مئة يوم ولا تزال موريس تقاوم. ليست هذه المرة الأولى، فهذه المنطقة ذات تاريخ طويل من المقاومة والرفض منذ السبعينيات وحتى اليوم. تقف موريس عنيدة ووحيدة، يسقط الجميع من حولها وتبقى. مئة يوم منذ وصول الميليشيا إلى تخوم موريس، يسبقهم زهو الانتصار بسقوط مدينة دمت في أيديهم، ويحدوهم الأمل بالعودة إلى الضالع التي طردوا منها في وقت سابق. لكن موريس كان لها رأي آخر، جمعت ما تبقى من تاريخ مقاومة قديم وإمكانات شحيحة وإرادة لا تلين. وقفت موريس تحرس الجميع وترفع راية المقاومة، وبعد مئة يوم لم تعد موريس تدافع عن نفسها فقط، بل صارت تدفع الغزاة وعينها على شقيقتها دمت، جناحها الواقع بين أنياب الميليشيا. موريس حيث ينتصف اليمن في منتصف الشمال والجنوب، حيث يلتقي شرق اليمن بغربه، خلاصة اليمن ومركز دائرته. حشرتها الجغرافيا في دوامة الصراع الأبدي الذي لا يكاد يهدأ حتى يبعث من جديد، لكنها خلقت لترفض الجغرافيا وتبتكر تقسيما يخصها. عندما كان اليمن اثنين كانت موريس ثالثهما تقاوم، وحينما أراد البعض إعادة اليمن إلى يمنين بقيت موريس وحدها تقاوم. موريس بعد مئة يوم لا تزال وحيدة إلا من نفسها، لا شيء يأتي من البوابة الجنوبية وهي التي تقف في وجه من يسعى لاقتحامها. قوافل من الشهداء قدمتهم موريس على مدى مئة يوم. يحاول الجميع هنا القول إن هذه التضحيات تهون في سبيل الوطن، لكن الحقيقة أن ذلك الموت موجع، موجع بحجم الخذلان الذي لاقته موريس حتى الآن، وموجع خصوصا إذا ما عرفنا أن موريس ليست سوى مجموعة قرى صغيرة لا تستطيع تحمل هذه التكلفة الباهظة لأنها قررت التحدي والمقاومة. موريس نقطة صغيرة على خرائط الجغرافيا، لكنها في التاريخ كبيرة، والتقاوم كما يليق بوطن.